الفقراء دول بيجوا عند بابي ياكلهم يعني وكده. اي نو او قلبك الكبير ده يا حسنيه هو اللي خلى عندي امل اني قصدي خلاني احبك. مش معقول. طب اوصلك لغايه باب الفيلا. لا فيلا ايه عني، اصلا انا بحب اتمشى. ايه طيب كنت على الاقل هتعرف على عبد الله باشا فرحات. بعدين اما تتعرف عليه بكره كتير. ايه طيب ما تنسيش ميعادنا بكره في النادي عشان اعرفك بالناس المستثمرين. ايه طيب حاضر. ونوي مع السلامه. باي باي. باي باي. خلي بالك من روحي. امشي على سيف يا بنت. ها على فين؟ يعني انا فين؟ هتدلعنا الشيلتون اطلع البنسيون يا حمار، والله لا غيرك. ايوه علي بيه مظهر موجود؟ لا ده صاحب ساب الاوتيل. اصل اشترى الحاجات دي من عندنا وقال لي اجيبها له على هنا. طيب سيبها هنا، انا صاحبه هوصلها. بس هات هات. ايه ده؟ 1000 جنيه؟ طب كان يجيب لها حاجه فيها فايده. يا لهوي، انت ايه اللي خلاكي فتحتي ده؟ ياما حرام عليكي، هتموتيني كمان بتاكلي منه؟ امال ايه ده؟ في ايه؟ ده اكل قطط وكلاب. كلاب؟ الراجل ده عايز يهزقنا. لا ياما، الراجل ده فاهم ان احنا اغنياء وعندنا قطط وكلاب بنربيهم. انا اللي عايز اعرف الجدع ده بيقدم لها هدايا بمناسبه ايه؟ ما تصبر يا ابو حسنيه، مش جايز يتقدم لها. يا تقول بلاوي نسوان عقلك وزينخ، قال يتقدم لها قال. وليه بقى الابا حطت اللسان دي بقى؟ هناك اطمن يابا، المصيبه انه عايز يتجوزني فعلا. ودي تبقى مصيبه يا وش الفقر. يا اختي مصيبه، هيتقدم لي فين؟ في الخرابه اللي احنا عايشين فيها؟ وهي الخرابه ده مالكو؟ ما تفوقوا بقى، دي لو اتباعت هنبص نلاقي نفسنا تاني يوم في الشارع كلنا. مش هيحصل. اللي يجي يشتريها نقول له صاحبها ضارب في العلالي وطالب الشيء الفلاني ونسوق عليه الرزاله لحد ما نطفشه. يعني ده جزات الناس اللي سابونا متوهين فيها من ساعه بيتنا ما وقع. الله، ما احنا بنحرسها. ما تفرحي قلبي يا بنت، مش يمكن عايز يتجوزك؟ لا ياما، الاغنياء عمرهم ما بيتجوزوا الفقراء الا في افلام السيما وبس. انت نسيت احنا مين؟ اما بنت كلب صحيح، احنا مالنا يا اختي؟ ده احنا اشرف من الشرف. يا اختي ما تتحمقيش قوي كده، هما الشرفة بيكذبوا؟ ده لو عارف حقيقتي عمره ما هيبص في خلقتي. يا ريته كان فقير زينا. يبقى خلاص ما تقابلوش بعد النهارده، مفهوم؟ يا استاذ راح فين سيادتك ممنوع؟ معاك كارنيه؟ طبعا معايا كارنيه، بس يظهر نسيته في البلاء كمون ما لما. لا يا استاذ ممنوع، لازم الكارنيه. ممنوع يعني ايه؟ عمر انت مش عارف انت بتتكلم مين؟ انا علي بيه مظهر. ان شاء الله تكون علي بابا. والأربعين حرامي بتهزر معايا قدام الناس. انا خطيب سلسل هانم. سلسل هانم؟ اسف يا بيه، اسف. اتفضل يا بيه، اتفضل. ولد اتفضل. لا اسف. يلا روح شوف شغلك. مش معقول، معقولة انت خطيب سلسل؟ مش ده علي بيه مظهر؟ بس وبعدين قمت ماسكه وبهدلته، عملت له شويه بهادل ما حصلتش. ايه ده؟ وده ايه اللي جابه هنا كمان؟ ده الظاهر له شعبيه هنا كمان. شعبيه ايه بس؟ اذا كان هو اساسا ما بقاش عضو هنا في النادي. مفيش داعي ان احنا نبص له عشان ما يجيش يداري. انا مش فاهم انت خايف نتكلم معاه ليه؟ انا خايف؟ طب انا هندهولك. على الاقل عشان نضحك عليه شويه. اتفضل يا علي بيه. سريع ممتاز، معلش مش فضيلك واقف مع فتيات النادي بديهم جرت حنان. تعالى بس، تعالى 5 دقايق مش هنعطلك. فكروا كويس، انا ممكن اديكم محاولة البنى وما عنديش مانع تشاركوني، وكمان عندي اللي يخش بقطة الارض. مين اللي يخش بالارض بقى؟ المليونيرة المعروفة سلسل هانم، اكيد سمعتوا عنها وتعرفوها. سلسل؟ انت تعرف سونسون انت؟ اوف كورس، زمانها جايه وهعرفها عليك. انت مش قلت لنا ان سونسون دي صاحبتك؟ طبعا مع انها عمرها ما جابت لي سيرته حقيقي. ريلي انا اقطع دراعي من هنا لو كانت عمرها شافتك ولا حتى كلمتك.
ليه العقد ده ممتاز؟ ربنا هيوفقك وتتجوز واحدة أحسن منها، قصدي أقل منها بكتير. الواد ده كذاب. كذاب، صدقوني كذاب، أنت جرثومة وحقير. احترم نفسك يا ممتاز. بقى معقولة سونسون تعرف الأشكال دي؟ اسمها حسني هانم، أنا بس اللي ولاية سونسون. آه هكسرك. ده حيوان ده، لازم أموت. جارية ممتازة يا أخي. احترموا عفتي يا أخي، أنا ترطور، ترطور في وسطيكم. طب بلاش عشان خاطر سرحان بيه، عشان خاطري. احترم نفسك يا ممتاز، انت في مكان محترم. انت اللي هتعلمني الاحترام. عيب تغلط يا ممتاز، علي بيه مهما كان صاحبك. صاحبي منين؟ انتوا عايزين تجننوني؟ انتوا عارفين ده مين؟ ده ابن عم فجل الجنايني، الخولي بتاع فيلتنا. اشاعات مغرضه، كل البلد تعرف ان عيله مزهر نصها مهندسين زراعيين تخصص فيلر. وافرض حتى انه من اصل بسيط، ايه يعني؟ الراجل ما يعبوش الا جيبه، مش مهم. انا عندك ابويا مثلا كان ايه؟ كان زارع ببطاطا، دلوقتي بقى ايه؟ حاجه تانية. ايه بقى ايه حموده بيه؟ مات الله يرحمه. اللي اعرفه انه لما بينزل السوق ويشتري شويه حاجات هايفه ما بيصرفش اقل من 1000 جنيه. مظبوط. وحضرتك عرفت منين يا سرحان بيه؟ اصل الحاجات اللي انت اشتريتها جات لي عندي في الاوتيل وانا دفعت الفاتوره. يبقى عليك العوض في فلوسك، ده شحات مش لاقي ياكل. اسكيوز مي، انا اخلاقي ما تسمحليش ان انا اقعد مع واحد جربوه زي ده. اخلاقك يا ابن الخولي؟ طب سيبوني عليه. ده يا ممتاز، لو انت راجل ادفع اللي عليك يا حرامي يا نصاب. بدل فدل سرحان بيه، ادي فلوسك ايه؟ 1000 جنيه ده المليم ده اكيد سرقهم. بقول لك نصاب، ما حدش يسيبه، اكتفه من رجليه التور الهايج ده. بعدين بقى انا هسيبه يضربه. ما تنزل. تعالى يا جبان. كفايه كده يا ممتاز، انت فضحتنا. ايوه انت فضحتني يا ممتاز، فضحتني. الو؟ ايوه ممتاز، تتكلم منين؟ هلا ومالك عصبي كده ليه؟ انت صحيح اتخطبتي لواد اسمه علي مظهر؟ انت جننت يا ممتاز، ازاي تصدق اشاعه زي دي؟ الا انا معقوله اتجوز جربوها زي ده؟ ليه؟ من قله الرجاله؟ انا قلت برضو انك انت مستحيل تعملي حاجه زي دي. وشكله ايه الزفت ده؟ عنوانه ايه؟ ساكن فين يعني؟ ويبقى فين بنسول الزفت السعاده ده؟ ها؟ ها؟ طيب طيب، بس لما اشوف خلقته. باي باي.